اللي جنابك امرت بيه اتنفذ بالحرف الواحد. والله يا فارم عليك يا عبد العظيم، اهو كده الشغل ولا بلاش. لا ولسه جنابك بقى لما تشوف الاوض الجوانيه وتشوف التراس. اتفضل يا معلم. امال اتفضل يا معلم باشا اتفضل. الاوضتين اتعملوا زي ما معاليك امرت بالظبط. دي اوضه الست الكبيره. امال دي اوضه مين؟ دي اوضه البنت. اها تعال تعال. اوضه تجنن يا معالي الباشا. اوضه عروسه ومش اي عروسه، اوضه عروسه بنت باشا. ده بالظبط اللي قلقني يا كوثر. واضح من كلام ماما ان الضغط شديد عليها، والمشكله انها قافله على روحها، يعني لا احنا عارفين نوصل لها ولا نقويها بكلمه. يا عادل يا عادل ما تحملش هم، انا بكره هروح من هدى واخليها تخرج من الحبسه اللي ممكن تقضي عليها دي. المفروض انها ترفض، مش تعمل في نفسها كده. انا فكرت اتجنن واسال الباشا ده هو عايز منهم ايه بالظبط. يا عادل يا عادل اهدى شويه، وبعدين مفيش حاجه تغير هدى من ناحيتك، حتى لو الباشا فرض شروطه عليهم فهي مش ممكن تبعد عنك، وبكره هتشوف. بكره؟ انا بقيت خايف من بكره ده ومن مخبيه. يا بنتي هدى ردي عليا اعملي معروف. يا بنتي يا سيدي ده انت هتتحايلي عليه. الله استنى بس يا اسماعيل ما تقهرهاش، واحنا نازلين دلوقتي. نازلين ازاي وهي راكبه دماغها بالشكل ده؟ يا اخي استنى بس. حرام عليك يا خير، حرام اللي بتعمله فينا ده. سيبك من الكلام الفارغ ده، كنت لم حاجتها في الصحارى عشان الرجاله يخلصوا فوق الخشب. يلا خلاص يا ماما، خلاص بقى تعرفش البيت. خلاص يا تغريده سيبك من الكلام الخايب ده وخش لم الحاجه. مش عاوزه اسيب البيت، مش عاوزه اسيبه. مش بكيفنا يا حبيبتي، مش بكيفنا. صاحب البيت عرف ان احنا ماشيين والعرش اتباع واتعوض ثمن. خبر ايه يا اسماعيل يا فندم؟ البيعه دي كلها قلق ودوشه كده ليه؟ ولا قلق ولا حاجه يا معلم. خلص انت اوضه المسافرين على ما فاضي لك الاوضه دي. يلا يا اخويا ماشي. اوامر معاليك يا باشا وفي خدمتك. ربنا يخليك ليا يا عبد العظيم. عبد العظيم الخطوه دي مهمه جدا، لكن الاهم منها بقى موضوع عيله محمد افندي السيد. عايزك تطلع من هنا على الشقه على طول. دول مساكين يا عبد العظيم، مساكين جدا، لازم يكون حد في استقبالهم ويعرفهم على المكان. اوامر جنبك يا معالي الباشا، انا هطلع من هنا على عماره شارع النيل حالا. وطمني بالتليفون على الموضوعين، انا لولا ارتباطاتي الكتيره كان زماني جيت المكتب تابعت الاخبار بنفسي. اطمن معاليك كل شيء هيوصلك في ميعاده. طيب يا عبد العظيم، مع السلامه. مع السلامه. ايوه خيرية. خليكي جاهزة اللي هطلبه منك زي ما اتفقنا. تمام. ايوه هو ده. اوكي يا خيرية. خبار يلا يلا اعملوا لكم هنا شوية. يلا ندور على حاجة نركبها. كويس ان انتوا ما رميتوهاش. يا تمام. يا سلام عليك كده. الله يسلمك. هتكون جاية اهو. فاضي يا اسطى؟ فاضي. استنى الله يكرمك. اطلع انا عامل حاجه معاك.
اتكل على الله من هنا. خير يا باشا؟ البلد بقت بتهرج يا رؤوف. تصور رسوا عمليه المقاولات على حسين شاكر. عارف ده معناه ايه؟ انه هيكسب منها ملايين ملايين. هو ما عليك، كنت داخل الصفقه دي؟ لا ابدا، بس كان في ناس يهموني، وكمان مش لازم حسين شاكر يكسب الجوله دي، لان ده معناه انه هيتحول الى غول، وايده هتمتد الى كل حاجه. راجل بشع ومرتوي. الو، مبروك باشا. ايه الكلام اللي انا قريته في الجرايد النهارده ده؟ وهتعملوا ايه؟ يعني هتفضلوا ساكتين؟ انا هلبس وجاي لك فورا. بابا ارجوك ارجوك انت تخرج من الموضوع ده نهائي وتسيبنا نتصرف. الو جابر. اوه هلو مستر جو، هاو ار يو؟ جود باي مستر جو، جود باي، سي يو. بنتستك. ايوه ايوه هي دي العمارة. شكرين قوي يا ابن خد حسابك اهو. ايه؟ ايوه يا اخوي. هاجي لكم من الناحية التانية. هات. بسم الله الرحمن الرحيم. هات يا حبيبتي. يلا خلاص خلاص. العواف يا معلم. استنى عندك. على فين يا حضرت؟ على شقتنا يا فندم. انتم ساكنين عندي انا هنا؟ الله ربي، ليه وعلشان ايه وبمناسبه ايه؟ بمناسبه ان معانا مفتاحها، وبالاماره كمان دي شقه حسين باشا شاكر. يخص على مغفلينك يا جابر، وجنابكم اللي مستنيكم عبد العظيم بيفك. اه ما هو عبد العظيم بيه حبيبي. مش ممكن. This is impossible يا ناس. انت بتقول حاجة؟ لا ابدا ابدا، don't worry. اه طيب. اه هي الشقة في الدور الخامس ولا السادس؟ اصلا نسيت. لا يا فندم، الشقة في الدور الخامس. اه يبقى مش هنطلع سلالم كتير. يلا. سلالم ايه يا ابن والدي؟ ادونا في تقدم، في تكنولوجيا، في اسانسير. في ايه؟ اسانسير. حضرتك تركب الاسانسير، نمبر 1 تفتح الباب، نمبر 2 تخرج الباب، نمبر 3 تروس على الزرار، نمبر 5 تطلع تلاقي الشقه في وشك عدل. وهندرستان؟ هنطلع السلم اسهل. سترو سترو حسين باشا سترو. راجع عنا يا سعاده البيه وتبلغ سعاده الباشا. اسمع يا اسماعيل، بطل رغي. انت ما بتبطلش رغي ابدا. اهم حاجه عايز اقولها لك، العفش والموبيليا دي متكلفه شيء وشويات. تبلغ الست اختك، دي مسؤوليتك ومسؤوليتها. مفيش جنس حاجه يحصل لها اي خدش. انا بقول لك اهو. حاضر حاضر. مبهوم يا سعاده البيه، مبهوم. ايه ده؟ ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ ده التليفون. ايه عمرك ما سمعت صوت تليفون؟ هي الشقه فيها تلفون كمان؟ شفت الأمل اللي انتوا فيها؟ ألو؟ أيوة معالي الباشا. أيوة وصل يا فندم. دقايق وأكون عند جنابك. مع السلامة يا فندم. الباشا بيطمن إن انتوا وصلتوا. إيه؟ ربنا يعمل بيته ويعلي مراتبه. بطل نفاق يا منافق. طب إيه سعادة البيه؟ سعادتك مش هتقعد تتغدى معانا ولا إيه؟ أنا أقعد معاك أنت على ترابيزة أكل واحدة؟ اسمع يا فندي، أنا نازل دلوقتي، بكرة الصبح هتكون عندي في مكتبي، مفهوم؟ حاضر حاضر يا سعادة البيه، مع السلامة يا سعادة البيه، بألف سلامة. يا عيني
يا عيني يا عيني يا عيني. شايفة يا أختي؟ شايفة العز والفخفخة والنغنغة دي حاجة ولا في الأحلام. لا أبو إيه؟ الشقة فيها تلفون؟ يعني إن شاء الله حاضر أطمن عليك وسوا من البلد ولا من اسكندرية. الحمد لله. يهو مالك يا تفنيدة؟ مالك بتقوليها من غير نفسك كده ليه يا أختي؟ قلبي واكلني على هدى إسماعيل، حاسة إنها مقهورة. على إيه؟ وإحنا حدفناها بجهنم؟ دي طاقة القدر اتفتحت لنا يا تفيدة بإذن الله. ما تحمليش هم، ما تحمليش هم يا بنت أبويا، كلها يوم ولا اتنين وهتاخد على الفخفخة والعز، هتاخد على الأكل النظيف، ساعتها هترد وتبقى زي الوردة المفتحة، وما حصلش ابقى قول إسماعيل غلطان. ربنا يسمع منك يا اخويا. ما تنساش يا عبد العظيم، انت كمان قعدت سنين على ما تعودت على العيشة الزواتي، مش كده ولا ايه؟ مفيش حاجة بتيجي من يوم وليلة. ايوه يا باشا، لكن يا سلام يا عبد العظيم، انا فاكر اول ما عرفتك كنت لابس جلابية وبلطو اصفر وحاطط قلم كوبلا في ودانك. وانا ما انكرش يا جناب الباشا، بس انا برضو يعني ما كنتش بالغباوه دي، وبعدين كان نفسي ابقى حاجه وعندي استعداد اني انا اتعلم. ما فيش حاجه يا عبد العظيم بتيجي بين يوم وليله. شوف يا عبد العظيم، انا عايزك تريحهم على الاخر، الشقه دي طبعا هتبقى مصاريفها كتير. شوف اتفق مع تفيده تديها مبلغ اول كل شهر. وتفتكر جنابك مصاريف الشقه دي تطلع قد ايه؟ يعني نقول مثلا يعني 100 جنيه. كام؟ 100 جنيه؟ ده كتير قوي يا معالي الباشا. يا راجل حرام عليك، حرام عليك يا عبد العظيم، شقه زي دي مش ممكن تصرف اقل من 200 جنيه. شوف شوف عايز خدامين بكام. ايوه ايوه يا معالي الباشا، بس احنا بنديهم 50 جنيه، وبعدين دي ناس ما تعودتش ان يبقى في ايديها فلوس كتير. طيب قول لي بصراحه، انت بقى بتصرف في بيتك كام؟ خلاص ملوش لازمه الكلام ده يا معالي الباشا، اوامرك تمشي. انا كنت عايز استاذن جنابك في اني اقول لك خبر مؤسف. خير يا عبد العظيم؟ خير. حسنين باشا عامر اتضرب بالرصاص قدام بيتهم من نص ساعه بس. لا حول ولا قوه الا بالله. انت متاكد من الخبر ده؟ الا متاكد يا باشا، ده تحسين افندي اتصل بيا في الشقه قبل ما جنابك تكلمني بدقايق. ماشي يا عبد العظيم، البقاء لله، ما تزعلش. اوعى تزعل، مش عايزك تزعل، انت فاهم ولا؟ بقول لك ايه، انا عايزك تغير عربيتك بعربيه جديده على حساب الشركه. ربنا يطول لنا في عمر معاليك. استاذن جنابك بقى عشان الحق ابلغ الجرايد تنزل نعي باسم معاليك. ايوه. استنى يا عبد العظيم، استنى 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 افندي يا باشا. قول لي يا عبد العظيم. ايوه. اسماعيل افندي هيستلم وظيفته امتى في اسكندريه؟ تحب جنابك امتى؟ ده راجل غلبان ومحتاج الوظيفه يا عبد العظيم باسرع وقت. خلاص يا فندم، كلها يومين ثلاثه ويكون في اسكندريه. عارف عبد العظيم، عايزك تريحه على الاخر. اسماعيل افندي؟ اه. يا سلام، ما تخافش عليا. استاذنك يا باشا. مع السلامه يا عبد العظيم، مع السلامه. ولد يا عبد العظيم انت ولد. ايوه يا رضوان، خيريه فين؟ طيب اول ما توصل خليها تجيني على الفيلا وتجيب معاها شوشيت. ايوه خيريه وشوشيت بس يا رضوان. روفوار، مع السلامه. للاسف يا رؤوف بيه، الباشا الله يرحمه ما كانش بيسمع لكلام حد. أنا بنفسي حذرته كذا مرة، ما سمعش كلامي. اللي حصل حصل يا سعيد. كل اللي نملكه دلوقتي إن إحنا ما نعديش الجريمة ديت من غير ما صاحبها يدفع الثمن. أرجو إن أسلوبك ما يبقاش نفس أسلوب الباشا الله يرحمه. لا يا سعيد، أنا لي أسلوبي الخاص. أحب أعرفه يا رؤوف بيه، أنت عارف إن أنا طول عمري في خدمتكم وفي خدمة مصالحكم. وكفاية عليا صدمة موت الباشا. يا سعيد، أنا مقتنع إن الشرعية هي أساس كل شيء،
ومواجهتي مع حسين شاكر هتكون عن طريق الشرعية مش أي شيء تاني. الشرعية؟ أرجوك طمني. يعني هاخد الأمور بالتدريج وبسيرها الطبيعي. إحنا دلوقتي قدام جريمة قتل مع سبق الإصرار والتوسط. يعني الجريمة دي تمت بفعل فاعل. يعني القانون والعدالة لازم ياخدوا مجراهم. وفي الآخر هنوصل لحسين شاكر. بس حسين شاكر ما قتلش بإيده. لكن بتحريضه. والتحريض جريمة. بس دي مسألة مش سهلة. واحد زي حسين شاكر ده راجل ولعبان. ما نقدرش نثبت عليه تهمة التحريض. مفيش حد فوق العدالة. ده إذا العدالة قدرت توصل له من أصله. اللي زي حسين شاكر ده بيستخبى وراء ألف جدار. وعشان أي واحد يوصل له لازم يعدي الألف جدار دول جدار ورا جدار. يعني لازم الأول يتقبض على القاتل والقاتل ده يعترف. وبالتأكيد القاتل واحد من إيدين حسين باشا شاكر اللي بيضرب بيها. ولو كان هيتشرق حتى مش هيعترف على الباشا، لأنه ضامن إن الباشا هيصرف على أولاده بسخاء. يعني إيه؟ أنت عايز نسكت على اللي قتل أبويا بالشكل المروع ده؟ أنا ما قلتش تسكت يا رؤوف بيه. سعادتك بتقول إن التحيات دي خطوة أولى، يبقى لازم ندور على خطوة تانية عشان الخطوة دي إذا فشلت. في الحقيقة سعيد مفيش حاجة في دماغي جاهزة دلوقتي. بلاش نسبق الأحداث. أنا عندي مشروع خطة عايز أعرضها عليك ونناقشها بهدوء. إذا كانت هتفيدنا ليه لأ؟ اتفضل قول. شوف يا رؤوف بيه. أيوة يا اسكندرية، إديني بدوي. أنا عبد العظيم بيه يا متخلف. أيوة يا بدوي. خدامك عبد العظيم بيه. يا خبر، ده شرف عظيم يا فندم إن سعادتك تتصل بيا مرة تانية. هيوصل امتى؟ لا اطمن يا سعادة البيه، أوامرك هتتنفذ وبالحرف الواحد. احنا هنعمل جرد دقيق للخزنة من بكرة الصبح ونستلم العهدة من شحاتة وبالسلامة يا قلبي على فرع دمنهور. ايوه يا سعادة البيه، يا عبد العظيم بيه بدوي في خدمتك. ايوه. ايه منافق يا عبد العظيم بيه؟ احنا تلامذتك وبنتعلم من سعادتك. ايوه سعادة البيه. مع ألف سلامة يا فندم. مع ألف ألف سلامة. وضبتم ورتبتم كل حاجة بس نسيتوا أهم حاجة. دماغي هتنفجر يا كوثر. ازاي ما اختارش بالي انهم لما يعزلوا هتنقطع الصله بيننا وبينهم؟ احنا طبعا ما نعرفش العنوان اللي هم عزلوا فيه. على فكره عادل، هدى في مره قالت انها شقه على النيل. يا سلام، ما في 100 شقه و100 شارع، همشي ادور عليها في الشوارع؟ يا عادل يا عادل، اكيد هيبقوا يجوا يزورونا. وبعدين مش معقوله يعني طنط تفيده هتهون عليها العشره. وحتى هي لو نسيت هدى هتفكرها وترجع الميه لمجاريها. بس انا كنت خايفه لك تكون زعلان من هدى. أنا أزعل من هدى؟ طب وهي ذنبها إيه؟ الذنب ذنب اللي حواليها. ما كانش ممكن أطلب منها إنها تتبرى من أمها ولا إنها تهرب معايا، لأن أنا عارف إنها متربية كويس. القضية دلوقتي بقت قضيتها أنا. الباشا لازم يقف عند حده ويبطل يتحكم في مصير الناس ويفرض إرادته عليهم. تأكد يا عادل إن ربنا ما بيرضاش بالظلم، ومهما كبر الظالم فبيبقى عشان ينتقم منه. ونعم بالله، ربنا يعلم هدى بالنسبة لي إيه.
انا نفسي اعيش معاها لاخر يوم في عمري، وده الامل اللي انا عايش عشانه. قول ان شاء الله يا سعاده البيه. انا يا دوب ارتب شغلي وتجارتي في البلد وعلى الوظيفه دغري. شغل ايه وتجاره ايه يا بني ادم؟ لو انت لسه هتفضل محتفظ بالمحل الكحيان ده سعاده البيه، يعني لقمه زياده ما تضرش. لقمه ايه يا جعان؟ ده الوظيفه اللي انت واخدها دي هتاكلك الشهد، ده غير انك هتبقى مسؤول عن عهد ماليه، يعني القرش هيجري في ايدك ليل ونهار. والوظيفه دي كمان هتفرض عليك انك تفضل مقيم في اسكندريه على طول. على طول؟ ايه مالك اتخذت كده ليه؟ يا سعاده البيه يعني الظروف لسه صعبه قوي. انا ماليش مطرح في اسكندريه، وبعدين الولاد كمان لسه في مدارس البلد. كل ده يتدبر. الولاد يتنقلوا مدارس اسكندريه بجره قلم، والباشا يبقى اديك 10 20 جنيه تشوف لك اي متوى هناك. اهم حاجه لا تغادر اسكندريه من غير اوامر، مفهوم؟ مفهوم يا سعاده البيه، بس يعني حتى زور اختي بنتها. ولا لما تنطبق السماء على الارض. وخلي بالك اي تقصير او عدم سماعان كلام، لا الباشا موته ونار وسمه ان حد ما يسمعش كلامه. بس يا سعاده البيه. بس ايه تاني؟ يعني كده ال 20 جنيه مش هيعملوا حاجه. نعم اول هام يا سعاده البيه، انا كده لازم اقفل تجارتي في البلد. تاني هام يا سعاده البيه، انا ماليش مطرح في اسكندريه، عايز لي شقه كده، شقه عمري يعني، وعفش جديد يليق بالوظيفه وترشيح سعاده الباشا. والله علي اسماعيل، عرفت تفتح بقك وعرفت تساوم يا سعاده البيه. ما تفهمنيش غلط. غلط غلط يا طماع، ده الباشا عامل لك مرتب ولا مرتبات الوزراء. على اياته حال اسال سعاده الباشا وانا قابل كلام. واطلب منه كام بقى؟ حضرتك طالب ايه زياده؟ 1000 جنيه؟ إيه؟ لا يا سعاده البيه، مفيش حاجات من دي كده، وانا لا طماع ولا حاجه، يعني هو 200 جنيه يبقى كويس. طيب طيب يا اسماعيل، خليك قاعد وما تتعتعش من هنا لحد ما اخد راي سعاده الباشا. حاضر يا سعاده البيه، انا مش هتعتع، هقعد هنا ان شاء الله ولو حتى استنيت جمعه. حلو، ما دام هياخد راي سعاده الباشا يبقى اكيد هيكبر بخاطرك. والله هتلعب معاك البلياد يا اسماعيل. معلش يا عبد العظيم، اديله اللي هو عايزه. 200 جنيه يا معالي الباشا؟ 200 جنيه للكحيان المهبول ده؟ ده هو كله على بعضه ما يسواش نص فرنك. اديله يا عبد العظيم، انت مش هتغلب تحط رقبته بين ايديك. اظن فاهمني ومريحك كلامي. بصراحه يا معالي الباشا انا برضه فكرت في كده، عشان كده سلمت وخزنه ابو قير ولا ايه؟ اهو كده الكلام، يبقى بقى ما تزعلش نفسك وتخلص لنا منه اوام اوهام. اوامر معاليك يا باشا، اوامرك. ايه يا هدى؟ من ساعة ما وصلنا هنا وانتي ما فتحتيش بقك معايا بكلمة واحدة، انتي ناوية تقطعيني ولا ايه يا بنتي؟ انا؟ ابدا يا ماما، انا عارفة ان الضغوط كانت اقوى منك ومني. امال بعد عني ليه يا حبيبتي؟ ودايما قافلة على روحك كأنه الهم مليكي. مش بإيدي يا ماما، غصب عني. ايه اللي بتكتبيه ده؟ ده جاوب لكوثر. طب سلمي لي على ام عادل وعادل. عادل؟ يا بنتي انا فاهماكي وحاسه بيكي. انا عارفه ان عادل انسان مؤدب ورايدك بالحلال. وصدقيني يا حبيبتي انا اتمنى اشوفك النهارده قبل بكره عروسه لعادل. ايوه يا بنتي، أنا عايزاكي سعيدة والسعادة ملياكي. يا حبيبتي أنا ما عدليش حد في الدنيا غيرك أنت، أدور على مصلحته. أدينا بقالنا هنا أسبوعين، إيه اللي جرالنا؟ ولا حاجة، ولا حد أذانا ولا قرب مننا، بالعكس الناس شايليننا على كفوف الراحة. ده حتى الباشا بعت لنا السفرجي والخدامة بتاعته عشان يشوفوا طلباتنا وراحتنا إيه. نتبطر على النعمة ليه بقى؟ يا ماما انت عارفه كويس ان لا الخدم ولا السفرجيه هما اللي هيخلونا سعداء ومبسوطين.
أنا ما قلتش كده يا حبيبتي، بس يعني أنا مش شايفة حاجة غلط تخلينا نخاف منهم. وده احنا هنتصل بعادل وأهله وجيراننا القدام كلهم، إيه بقى المشكلة يا بنتي؟ المشكلة في اللي جاي يا إسماعيل أفندي. اطمن يا سعادة بيه، اطمن بإذن الله مفيش أيتها مشاكل. أدي خدت اللي أنت عايزه أهو على داير مليم، من الفجر تاخد أول قطر وعلى بلدكوا، تلم هلاهيلك يومين تلاتة وتكلمني من على مكتبك في اسكندرية مستلم عهدتك وشايف شغلك كويس. إن شاء الله يا سعادة البيه، ربنا يكبر بخاطرك. إسماعيل أفندي، مش عايزين لعب بديلك كده ولا كده، أنت حر. عيب يا سعادة البيه عيب، ده أنا خدامكم. احنا كمان عايزين خدامنا يكونوا مصحصحين ومفتحين وعارفين مصلحتهم معانا كويس. ان شاء الله يا سعاده البيه. استاذن بقى يا سعاده البيه، خدت من وقت سعادتك كتير. مع السلامه. ايوه يا صبري، اديني اسكندريه، عايز اكلم بدوي عبد ربه. الو، ايوه يا بدوي، امين الخزنه الجديد استلم قرار تعيينه مني دلوقتي، كلها يومين ثلاثه وهيبقى عندك في اسكندريه، عايزك تنفذ كل اللي اتفقنا عليه بالحرف الواحد. خلي بالك يا بدوي، انا عايزه يبقى تحت درسي في اسرع وقت ممكن، شد حيلك اما اشوف. يا هلفوت، 200 جنيه يا هلفوت، وانا اللي اديهم لك بايدي كمان. طيب طيب يا ابو منديل المحلاوي، ادخل. صباح الخير. صباح الخير يا كوثر. ايه البيه مشغول في ايه النهارده؟ كالعاده بفتش في الجرايد على شركه محتاجه مهندسين. وطبعا مفيش كالعاده، والحياه سودة في عينيك والكلام اللي يقطع القلب ده. يا كوثر، انت صاحيه فايقه وجايه تتريق عليا ولا ايه؟ من ناحيه صاحيه فايقه فانا صاحيه فايقه، بس مش عشان عشانك انت. عشان انا؟ حاضر فازل معايا ايه؟ انا مش رايق للالعاب دي. صدقني ما هياش العاب، لو تعرف ايه اللي معايا حاطينه من الفرح. هيكون ايه يعني؟ هدى ومامتها بيسلموا عليك وبعت لك الجواب ده. صحيح؟ هسيبك عشان تقرا على ده. عزيزتي كوثر، لا أجد كلاما يعبر عن إحساسي، وأنا بعيدة عنكم وتفصل بيننا المسافات، لكن هذه المسافات لا تمنعني من التفكير فيكم. يا نهارك، مش فايدة يا تحسين، كلام إيه اللي بتقوله ده؟ يا سعادة البي، أنا بنفذ أوامر. حسين باشا مر، ما لقاش حضرتك موجود، كنت بتمر على شركة تأمين، بلغني الأوامر وقال لي تنفذها بالحرف الواحد. معقولة؟ ده إحنا ما صدقنا مسكنا سوق القطن بإيدينا، يقوم يجي الباشا يصدر قرار غريب ومفاجئ بالشكل ده. أنا نفسي اندهشت يا سعادة البي، بس أكيد الباشا ليه حكمته اللي إحنا مش قادرين نفهمها. حكمة؟ حكمة إيه يا راجل اللي تخلينا نضحي بمكاسب كبيرة زي دي؟ أكيد الباشا عنده أسبابه اللي تخليه يغير موقفه بشكل مفاجئ وحاد للدرجة دي. خلاص خلاص، سيبني أنا أفكر وروح أنت على شغلك. أمرك يا سعادة البي. بورصة القطن مرة واحدة؟ جرى إيه يا باشا؟ لزومه إيه شغل المناخولية ده؟ لكن لا، لا يمكن أسيبك تضيع المكاسب دي كلها وأقف أتفرج. أبدا أبدا. عبد العظيم بيه منتظر المعاليك تحت. طيب انا نازل حالا.
تحسين يا معالي الباشا. اهلا يا عبد العظيم، خير؟ تحسين افندي بلغني خبر ازعجني تماما يا باشا. خبر ايه يا عبد العظيم؟ انا ما صدقتوش لاني كنت في المنصوره.